مساكم الله بالخير. رسميا النصر يوقع مع اللاعب مسطى الفهد. لا امزح والله. يا جماعة الخير خلونا نتكلم جد شوي. النصر ومسلي وجماهير النصر وصياحهم مع مسلي، مع احترامي لجماهير النصر العقلاء، يا مسلي فريقك يحتاج حارس وظهير يسار حلوين، سديت خانة ظهير يسار ووقعت مع الشمري، بقى عندك حارس. الفريق قاعد يصايح بكل البرامج، تويتر انستغرام يوتيوب كله سناب، النصر بحارس النصر بحارس. يروح مسلي يفاوض مهاجم ليش؟ والله هي الفاوضة. شوف الحنكة كيف يا مسلي، قبلك كثير حاولوا يوصلون مواصيل رؤساء الهلال مواصيل الزعيم، بس صعب. يا مسلي يا حبيب قلبي خذ نصيحة من أخوك، ما أدري عاد المقطع يوصلك ولا لا، لكن أنت تحتاج حارس، تروح تفاوض مهاجم ليه؟ اقنعني ليه يا أخي؟ عشان هي الفاوضة؟ ولا والله الهلال دق خشمي يا أخي، لازم بدق خشم أنا. الوضع ما هو دق خشوم، الوضع احتياجك جيب، أنت تحتاج حارس جيب حارس، بس إني أحتاج حارس أجيب مهاجم؟ وش الحنكة من الموضوع؟ هلال والله الهلال يا أخي فاوضة. أوه أوكي أنا عدت الكلام بس مجبور إني أعيده. ليش؟ لأني مسلي سويل محاول سويكت الحلافي كلهم فاسم تركي، ما حد يوصل مواصيل الهلال. دق خشوم ما هو بالصفقات، دق خشوم بالبطولات. أما أنك تحتاج لي وسط تروح تجيب سنتر، ولا تحتاج لي جناح يسار تجيب ظهير أيمن، وش التفكير مسلي؟ شوف احتياجك وتجيب الفريقك. أما منافسة الهلال صعب عليك وعلى غيرك. والله لو تفاوضني انا ما جيت النصر. بالتوفيق يا حبيبي.